حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود درجات وظيفية جديدة ضمن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي. وقالت اللجنة إن مشروع قانون الموازنة لعام 2023 سيخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة باستثناء درجات الحذف والاستبدال التي ستتوفر بعد إحالة عدد كبير من الموظفين خلال العام الحالي على التقاعد. وأضافت اللجنة أن تخصيص 500 ألف دينار كحد أدنى للمتقاعدين، والذي يشمل أكثر من 1.5 مليون من عدد المتقاعدين في عموم البلاد، يعد قليلاً للغاية. قال النائب وليد السهلاني إن تعديل سلم الرواتب غير موجود على أرض الواقع، ولا توجد رؤية واضحة بخصوصه رغم طرحه في مجلس النواب. وأضاف النائب أن بعض المؤسسات تعاني من انخفاض حاد بسلم الرواتب وسط غياب للعدالة في توزيع الرواتب بشكل عام على مستوى قطاعات الحكومة لموظفي الدولة، ويعاني الكثير من الموظفين من انخفاض حاد وغياب العدالة مع أقرانهم في الوزارات الأخرى بخصوص رواتبهم المالية وسط ترقب لقانون الموازنة المالية لعام 2023. أعلنت غرفة التجارة في ديالى عما سمته توافقاً بين الجهات الحكومية في العراق وإيران بشأن فتح اقتصادي جديد من خلال بوابة أطلق عليها الغرفة التجارية. وقال رئيس الغرفة ملا جواد إن وفد غرف التجارة في ديالى زار مدينة كرم الشاه الإيرانية واتفق على عقد ملتقى اقتصادي في بعقوبة بمشاركة شركات عراقية وإيرانية بالإضافة إلى دعوة المستثمرين. وتحذر لجان مختصة من تسبب البضائع الإيرانية بضرب لقطاعات كثيرة من الصناعة والزراعة في العراق في ظل عدم وجود دعم للمنتج المحلي. أشارت لجنة النفط والطاقة النيابية إلى وجود جهات متنفذة تمنع إدخال وحدة الأزمرة في المصافي العراقية من أجل استمرار الاستيراد، الأمر الذي فاقم من أزمة المنتجات النفطية في المحافظات الجنوبية. وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي إنه خلال جولة أجرتها اللجنة إلى البصرة اتضح وجود إرادة تتعمد منع دخول وحدات الأزمرة في المصافي العراقية، وذلك لأجل استمرار استيراد المشتقات النفطية. والأزمرة هي عملية إعادة ترتيب لجزيئات الوقود والروابط التي تربطها لتصبح تلك الجزيئات أكثر اقتراباً من بعضها البعض، وهذه العملية تستخدم للعديد من أنواع الوقود لتحسين مقاومته. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 8 ملايين برميل في شهر شباط الماضي. وقالت الإدارة إن العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر شباط الماضي 7,896,000 برميل، وبمتوسط بلغ 282,000 برميل يوميا، مرتفعا عن شهر كانون الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7,874,000 برميل، وبمتوسط بلغ 254,000 برميل يوميا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.